بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في مناسك العمرة وأنها تبدأ بالإحرام من الميقات، ثم بعد ذلك الطواف بالبيت. بعد طواف البيت يصلي ركعتين خلف المقام، يتوجه إلى الصفا، يقف على جبل الصفا مستقبل الكعبة ويهلل الله عز وجل ويكبره سبحانه، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبد وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء ويكرر تاني وتالت هذا الذكر، وبينه وبين الذي يديه يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. انتهى من الدعاء على جبل الصفا، ينزل متوجها إلى المروة، في مشيه يصل إلى الميل الأخضر، مكان هناك معروف، يبدأ السعي معنا المد كهيئة الجاري شيئا يسيرا حتى يصل إلى الميل الثاني، ثم بعد ذلك يكون مشيا حتى يصل إلى المروة. على المروة يستقبل القبلة ويهلل الله ويكبره سبحانه ويقول الذكر نفسه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء ويكرر الذكر ويدعو ويكرر الذكر ويدعو. في ذهابه من الصفا إلى المروة هذه واحدة، في رجوعه إلى من المروة إلى الصفا هذه الثانية، ثم من الصفا إلى المروة الثالثة، لغاية ما ينتهي الشوط السابع عند المروة. انتهى عند المروة، يبقى بقي له من النسك شيء واحد وهو حلق الشعر أو تقصير الشعر. يمكن في الماضي حلق النبي صلى الله عليه وسلم على جبل المروة، على جبل المروة. الآن جبل المروة بقى مكان يعني ما يليقش فيه أنه يحلق الشعر ولا قص الشعر عليه، لا يليق الآن، أنه صار مكان مصلى، يصلي الناس مع شدة الزحام، الناس يصلون عليه والبلاط متخطط بحيث أن اتجاه القبلة في هذا المكان، وقت الصلاة بيزدحم المكان وخارج المكان، فلا يليق الآن أن الإنسان يحلق فوق المروة. لكن يخرج خارج المروة، خارج المسجد، سيجد حلاقين كثيرين سواء في الشارع ولا في الدكاكين، يحلق هناك ويقصر شعره هناك. الحلق والتقصير نسك، وجاء في القرآن محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبدأ الله عز وجل بالحلق دليل على أنه الأهم وأنه الأثور. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فقال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال في الرابعة والمقصرين. يبقى دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة. يبقى السنة والأفضل الحلق. محلقين رؤوسكم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق شعره، وجاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه شعره يعني، فناوله الشق الأيمن ثم الشق الأيسر فحلقه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا حلق شعره كله، مش حلق بعض شعرات أو قص بعض شعرات. وهذه اختلف فيها العلماء، إنه اتفق الجميع على أنه الأفضل هو حلق الجميع، ولكن البعض يقول الواجب هو حلق الجميع، لأن هذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني مناسككم. وطالما قلنا أن الحلق نسك، أن العلماء برضو في خلاف، الحلق من ضمن المناسك ولا الحلق تحلل من إحرام؟
تحلل من إحرام زي ما نقول أنت محرم لابس الإزار والرداء، طيب هتتحلل الآن من الإحرام هتخلع الإزار والرداء تلبس الأفطان بتاعك، يبقى هنا مش هقول تاخد ثواب في لبس الأفطان، ما فيش ثواب في لبس الأفطان، البس ما شئت من الثياب. طيب الآن حين تتحلل من إحرام وأنت تحلق شعرك، هل في ثواب في حلق الشعر ولا ما فيش ثواب في ذلك؟ لولا أنه فيه ثواب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين وادعو لهم 3 مرات، بدليل على أن هذا فيه أجر في حلق الشعر بخلاف لبس الثياب، البس ثياب البس ما شئت من الثياب فقد تحللت من إحرامك، يبقى دليل على أنه من ضمن المناسك حلق الشعر، لذلك ذكره الله في القرآن ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين وللمقصرين. يبقى السنة أن يحلق جميع شعر الرأس. مذهب مالك وأحمد أنه الواجب الجميع أو أكثر شعر الرأس. مذهب أبي حنيفة يقول ربع الرأس يكفي، وإن كان طبعا إذا حلق الإنسان ربع شعره حيدخل في مشكلة تانية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، القزع أنه حلق بعض شعر الرأس، فقال احلقه كله أو اتركه كله. يبقى على ذلك هنا الكلام العلماء مش معناه احلق ربع راسك وسيب الباقي، لا، بيقولوا إنه الواجب الذي عليك حلق ربع الرأس، يبقى فعلت الواجب كمل الباقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عند أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قل نصف الرأس، عند الإمام الشافعي يرى إن الحلق أو التقصير ولو شيئا منها، فيقول الآية المحلقين رؤوسكم، والرأس ما بتتحلق اللي بيحلق الشعر، يبقى محلقين شعور رؤوسكم، وشعور هذا جمع، يبقى على ذلك أقل الجمع 3، فنظر لها نظرة لغوية إنه أقل الشعور اللي تقص 3. وهنا لا يتخيل الإنسان محرم حيتحلل من الإحرام بثلاث شعرات من رأسه ولا يبدو فيه شيء، إذا قص 3 شعرات من الرأس فين الإنسان يزل نفسه بحلق الشعر أو بتقصير الشعر لله عز وجل، وفين 3 شعرات من آلاف الشعر الذي في رأسه لن يبدو شيء. لذلك أنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحلق بفعله، يبقى يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، إما الحلق وإما التقصير، هذا الراجح أنه يحلق الجميع على الخلاف في أن الواجب إيه، لكن على كل لا بد من أن إذا حلق البعض يكمل الباقي حتى لا يقع في القزع، إذا قصر البعض يقصر في الباقي. هذا للرجال. طيب النساء، جاء في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، إنما على النساء التقصير. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، ففي أن المرأة لا تحلق رأسها، وإنما المرأة تقصر بمعنى تأخذ شيئا من شعرها، فالعلماء قالوا تأخذ شعرها كله تعمله ضفيرة، وبعدين من آخر الضفيرة تأخذ مقدار الأنملة سنتي أو نحو ذلك. لو كان إنسان عمل عمرة وحلق شعره فيها وبعدين عمل عمرة تانية ما فيش شعر الآن يحلقه، يعمل إيه الآن؟ قالوا إن يمر الموسى عليه. طيب هل يلزمه؟ قالوا لا ما يلزموش. طيب لو قعد كذا يوم ونبت شعره هل يلزمه؟ قالوا لا، انتهى خلاص أمر التحلل، كان في وقت بعد ما خلص عند المروة فتحلل لم يجد شعرا يحلقه، خلاص انتهى الأمر على ذلك. إذا انتهى الإنسان من العمرة، هل للعمرة طواف وداع؟ الأفضل إن الإنسان حين يغادر مكة حتى ولو منتقل من مكة متوجها إلى منى في أيام الحج يستحب أنه يطوف بالبيت ويتوجه، لكن الكلام مش أنه يستحب، هل يجب بحيث أنه يلزم دم بالترك ولا لا يجب هذا؟ أما في الحج فلا بد، هذا كل العلماء يتفقون على ذلك أنه لا بد من طواف الوداع. العمرة يختلفون، فالجمهور على أنه يستحب حين تنتهي من العمرة وحتغادر مكة أنك تطوف بالبيت طواف الوداع. طيب لو ما طفش الإنسان طواف وداع في العمرة، فجماهير العلماء لأنه لا شيء عليه بخلاف الحج، في الحج من لم يطف طواف الوداع يلزمه الفدية عليه الهدي للبيت، أنه قصر في واجب أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جماهير العلماء على أن العمرة لا يجب فيها طواف وداع، وبعض أهل العلم قالوا بالوجوب كسفيان الثوري والحسن ابن زياد، لكن جماهير العلماء على أنه لا يجب طواف وداع للعمرة.
إذا انتهى من العمرة وأراد أن ينصرف يستحب له أن يختم بالطواف بالبيت، وأنه يدعو بما تقدم من الدعاء، وأنه يقف عند الملتزم. وقلنا الملتزم اللي هو من عند باب الكعبة ما بين الباب لغاية الحجر الأسود، ما بين الباب لغاية الحجر الأسود، هذا الملتزم. وسمي ملتزما لأن النبي صلى الله عليه وسلم التزمه، التزم بمعنى احتضنه، يعني احتضن هذا المكان، وضع صدره ويديه عليه صلى الله عليه وسلم كهيئة الاحتضان، ودعا في هذا المكان. وجاء عن عمر أنه فعل ذلك أيضا. يستحب الشرب من ماء زمزم، وقدمنا أحاديث كثيرة في شرب من ماء زمزم. هنا انتهت مناسك العمرة، كل مناسك العمرة في مكة في البيت، يستحب زيارة المسجد النبوي. لا تعلق لزيارة المسجد النبوي لا بالحج ولا بالعمرة، فيش تعلق، يعني ليست من المناسك أنه يعمل العمرة ويزور المسجد، لكن هذه عبادة قائمة وحدها، أنه يرحل يشد الرحال لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يقال أني حديت بيت الله الحرام وحديت المسجد النبوي، لا، ما فيش حد المسجد النبوي، إنما الحج في بيت الله الحرام. إنما زيارة المسجد النبوي تشد الرحال لزيارة مسجد النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد هذا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي داود عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. فهنا رد عليه روحه، ما هيش كهيئة الدنيا، الروح في الدنيا مع الجسد لها تعلق معين، إنما في القبر حاجة تانية لا نعرفها، لا ندري كيف ترد الروح فيها، ولكن نؤمن بذلك ونثبت ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء عنه في الحديث الصحيحين: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. يبقى هنا بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مدفون فيه الآن، كان غرفة السيدة عائشة مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن. ما بين هذا وبين المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان معروف هناك، بين الاثنين روضة. يبقى هنا الروضة النبوية الشريفة يستحب الإنسان أن يأتي فيها، المصلي فيها كأنه في روضة من رياض الجنة، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة. يستحب الإنسان أن يتأدب في هذا المكان وفي غيره، وأنه لا يزحم أحدا. والصلاة في المسجد النبوي كلها سواء صلى في الروضة ولا في غير الروضة بألف صلاة، يعني ما فيش مزية في الصلاة في الروضة إن حيزيد عن ألف، لا، هي الألف، هنا ألف وهنا ألف، فصلي في أي مكان. إذا قدرت أنك تصلي في الروضة النبوية الشريفة فهذا حسن، لكن ما يبقاش فيه الأذى، ما تؤذيش، زي ما قلنا عند الحجر الأسود كذلك نقول هنا. وهناك يتفنن الناس في الروضة في أذى بعضهم بعض، يتفننون في الأذى ولا حول لا قوة إلا بالله. لا، الإنسان يجلس يجي الثاني يقف يدوس برجله عليه علشان يبعده عن المكان اللي هو فيه، وقف هو مكان يزحمه، ده يشد ده، ده يعمل ده، عدم الأدب مع مكان في هذا روضة من رياض الجنة. الأدب في الإنسان إن وجد مكانا صلى فيه، لم يجد مكانا خلاص لك نيتك، لك نيتك، والنية عبادة بينك وبين الله عز وجل تؤجر عليها كثير. أما إنك تدخل في الروضة ولا تتأدب وتؤذي أحد وترفع صوتك وتزعق ووسع أو تصلي صلاة ما تنفعش، هذه الصلاة كرود في الصلاة، حصلي ركعتين وأقوم وتلاقي إلا قاعد مش عايز يوسع لك عشان تصلي، فتصلي بهيئة ما هيش صلاة، لا تعرف تركع ولا تعرف تسجد، وتبقى متكبب على بعضك في أثناء السجود، مش هذه هيئة السجود. وإيه الداعي لهذا الشيء؟ صلي في أي مكان من الحرم ولك أجرك. حتى إن العلماء يقولون أن المسجد النبوي مهما وسع، مهما من المسجد النبوي، مهما اتسع المسجد فهو منه، زي ما نقول هذا مسجد،
كبرنا المسجد ووسعنا المسجد، فالجزء الجديد هو من المسجد وله أجل الصلاة في المسجد، كذلك المسجد النبوي، كذلك المسجد الحرام. يبقى لا تضيق على نفسك، لازم أصلي هنا لازم أصلي هنا، لا، صلي في أي مكان طالما أنك بداخل المسجد فلك الأجر أنه ألف صلاة، ما فيش زيادة في الأجر أنك تصلي في الروضة ولا في غيرها، إلا أنه المكان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه روضة من رياض الجنة. أيضا جاء عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وهو ثلاثة مدفونين في هذا المكان، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وراء قبر أبي بكر الصديق، وراء قبر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الهيئة، هيئة الدفن في هذا المكان الشريف، النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في الأول، والميت دايما بيدفن بيبقى على جانبه الأيمن وجهه إلى القبلة، يبقى نتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نايم على هذه الهيئة وجهه إلى القبلة. أبو بكر الصديق وراء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وجهه إلى القبلة، رأس أبي بكر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، أبو بكر زحوه شوية الوراء بحيث رأسه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب وراء أبي بكر الصديق رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الثلاثة وراء بعض. فلذلك استحبوا أن أنت في الأول تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تمشي خطوة، تسلم على أبي بكر الصديق تمشي خطوة، تسلم على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من صيغ الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، إن شئت طولت إن شئت قصرت، لكن مش حيقل عن السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. تسلم على أبي بكر الصديق أيضا وتدعو له، تسلم على عمر الفاروق وتدعو له، ثم بعد ذلك تنصرف. يبقى عند دخول المسجد النبوي أول ما تبدأ به بتحية المسجد، تحيي المسجد غيره من المساجد، خلصت تحية المسجد تذهب تتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه عليه الصلاة والسلام. طيب هل هذا شرط أنك تكون في هذا من أي مكان سلمت عليه؟ يصل سلامك للنبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليك، ولكن الإنسان اللي جاي من بعيد زي حالتنا يحب أن يوصل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على المانع، لا مانع من ذلك أنك تذهب عند القبر كما كان الصحابة يفعلون، فعل ابن عمر وغيره رضي الله تبارك وتعالى. لا ينبغي ولا يجوز الإنسان أن يقف عند القبر ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعمل لي كذا واعمل لي كذا. الطلب يكون من الله عز وجل، إذا أحببت أنك تدعو يبنون هذا المكان، حين توجه للقبور تسلم، تسلم حين تريد أن يعني تدعو لنفسك تقوم بقى تستقبل القبلة، يبقى ظهرك للقبر استقبل القبلة وادعو بما شئت لنفسك، لكن في حال السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجهك لقبره صلى الله عليه وسلم. في السلام على أبي بكر الصديق أيضا في عليه، في السلام على عمر بن الخطاب أيضا وأنت وجهك إلى القبر، هتدعو بعد ذلك توجه للقبلة وادعو بما شئت، وليس لك أن تدعو لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه. لا تجعلوا قبري عيدا يعني مكان اجتماع ومولد عند قبره صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه في أي مكان تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. بديء المناسك من العمرة ثم الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أقمت في المدينة يستحب أنك تذهب إلى مسجد قباء، وقدمنا قبل ذلك أن الصلاة صلاة ركعتين في مسجد قباء كأنها عمرة، لها أجر عمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يتوجه لمسجد قباء في يوم السبت، يذهب ماشيا يصلي في مسجد قباء عليه الصلاة والسلام، فيستحب ذلك. يستحب أن تأتي جبل أحد، جبل يحبنا ويحب المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر حياته توده إلى جبل أحد عليه الصلاة والسلام ليصلي على شهداء أحد، فتفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو لشهداء أحد إذا توجهت إلى. هل هذا من ضمن السنن يعني لازم نعملها؟ لا، مش لازم ولا غير، لا إنه يلزمك تذهب لمسجد قباء ولا إلى جبل أحد، لكن إن أحببت تفعل ذلك هذا حسن. لو أن الإنسان أحصر عن العمرة، دائما العلماء يذكروا في الحج والعمرة باب يسمونه الفوات،
والإحصار، الفوات والإحصار، الفوات في الحج والإحصار في الحج. إنما العمرة لا يتخيل فيها فوات، الفوات في العمرة طول العمر تعمل العمرة ما فيش فيها فوات، لكن الحج يتخيل أنه يفوت الإنسان أن يروح عشان يحج في شهر ذي الحجة لعله يحصر يحبس وبعدين يفوت عليه أيام الحج راحت عليه عرفة وزهوة خلاص عد عليه الحج ماذا فات. يبقى لا يتخيل فوات العمرة، إنما الذي يتخيل فوات الحج، ويتخيل الحصر والإحصار في الاثنين، أن يحصر الإنسان بعدو أو أنه يحصر الإنسان بمرض بسبب مرض فلا يقدر على الإتمام. إذا حج أو اعتمر قلنا يستحب أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضيعه بنت الزبير واشترطي فإن لك على ربك ما شرط، فتشترط تقول محلي حيث حبستني، بحيث يحبسني ربي سبحانه بمرض أو بعدم قدرة على الإكمال أو بحبس عدو أو نحوه، يبقى الإنسان يتحلل ولا شيء عليه ويرجع إلى بلده. يبقى هنا يتخيل في العمرة الإحصار، أنه يحصر رايح يعمل عمرة وبعدما أحرم قاله مرض قاله مش هتقدر تكمل لازم تروح المستشفى. فإذا كان قال محلي حيث حبستني لازم يتحلل ويروح المستشفى ويرجع بلده بعد ذلك. إذا كان لم يقدر، إذا كان لم يقل محلي حيث حبستني، يبقى مش هيقدر إلا إنه عايز يتحلل بسبب الإحصار، مش هيقدر يصل المرض يحتاج يرجع إلا إلى بلده، يبقى الآن نقول له عليك الهدي، عليك الهدي، يبقى عليه شاة ويرجع إلى ينحر شاة ويتحلل، ويبقى هذا محصر الآن يرجع إلى بلده. طب إذا لم يجد الشاة يبقى عليه البدل مكان الشاة، وهنا العلماء يختلفون في هذا البدل. فبعض أهل العلم يقول مكان الشاة يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام وهذا أحوط، والبعض يقول أنه قياسا على فدية الأذى هو مخير بين 3 أشياء، إنه الشاة إذا لم يجد الشاة يبقى ينتقل إلى البدل الثاني أنه يصوم 3 أيام أو أنه يطعم 6 مساكين، لكن الأحوط في ذلك أنه يصوم 10 أيام إذا أراد التحلل. طبعا يشترط يصوم الأول ثم يتحلل، يصعب نحن نقول هذا خاصة إذا كان مريضا نقول له صوم الأول وبعدين تحلل، لكن طالما أنه يجد مالا فالفرض الذي عليه هو الشاة، يذبح شاة ويوزعها على الفقراء الحرم أو يدي الفلوس لحد ذاهب للحرم يذبحها هنالك في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، والله أعلم. أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.